اهلا بيكم مع الطبيب وفقره متميزه مع ضيف حلقتنا اللي احنا خلاص بقينا واخدين على وجوده معانا وتميزه وتفوقه في النجاح المستمر في عمليات السمنه المفرطه، وبالاخص كمان في تحويل المسار وتكميم المعده، لان هو عامل طفره كبيره وعامل ضجه كبيره جدا. والمقوله المشهوره اللي هو بيقولها دايما ان يعني كتر الاكل بيتحول لسم، يعني كل ما تكتر في الاكل انت اكنك بتكتر في السموم اللي بتدخل جوه جسمك، وهو بيسعى ان هو يقضي على السموم دي. خلينا نشوف النهارده بقى الحاله اللي موجوده معانا، حاله غريبه جدا، الوزن مش قليل، الوزن معدي 200 كيلو. كمان احنا بنعرف ان الوزن كل ما بيزيد كل ما بيبقى فيه خطوره، ولكن لما يتعامل مع الوزن ده بكل رفاهيه، بكل طبعا حرفيه، طبعا بيتعامل معاها بكل بساطه، يبقى هو حد مش قليل، او هو حد عنده خبره كافيه ان المواضيع دي بقت سهله قدامه وبيجري العمليات دي يوميا. خلينا النهارده نرحب بضيف فقرتنا المتميز دكتور محمد الفولي، دكتوره مناظير وجراحه السمنه والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه ومناظير البطن، مدرس جراحات السمنه ومناظير البطن بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا بيك، كل سنه مشاهدينا، ربنا يخليك. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ احمد بالحاله اللي معانا، ويعني نورتنا في برنامج الطبيب. ايه رايكم بقى قبل ما نتكلم في اي حاجه نشوف وبعد كده نتكلم، لان احنا الناس كتير قوي بتحب تتفرج تشوف الحقيقه بعينيها. خلينا نخرج لتقرير حاله محمد ونرجع لكم مره تانية. ازيك يا حماده؟ ازيك؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. نور. عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك. سمعت ان انت قلقان يعني شويه. فين حماده وفين الرجل الهمومي اللي يهمنيش حاجه؟ في الحاجات دي حاجات خير. العمليه ان شاء الله نكون امنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكون امنه باذن الله، توكل على الله وما تقلقش خالص ان شاء الله باذن الله يا رب. طب انا طبعا وزني 210 206 صح؟ 206 تمام. في خلال سنه ممكن اخس قد ايه مثلا في الرينج؟ ان شاء الله. حتى لو اني يعني مثلا كسلان مثلا يعني فلنا في تحت اول ما يطلع. تمام تمام. بص احنا ان شاء الله باذن الله في خلال السنه دي نكون مثلا نزلنا حوالي 100 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله. ننزل مثلا ان شاء الله 30 كيلو في اول مثلا، او 30 ل 40 كيلو في اول 3 شهور. ننزل 50 ل 60 كيلو باذن الله في 6 شهور، وننزل بقينا ان شاء الله في خلال السنه. ماشي. ان شاء الله ربنا يطمنا عليك. ماشي. ما تقلقش خالص. عايزك محمد الراجل الشديد بنيات الجامد. ان شاء الله. ماشي. يلا سمي الله توكل ان شاء الله. قبل العمليه وبعد العمليه هو موجود معانا. انا عن نفسي لو ما كنتش شفته قدامي ما كنتش عرفته، صح يا محمد؟ صح. انت انا شايفاك بتتفرج على نفسك وانت اللي هو ده مين، صح كده؟ ده مين ده؟ مش انا. كان وزنك كام كيلو؟ 206. 206 كيلو. 206. ودلوقتي 137. في قد ايه؟ في 6 شهور. لا ده انت عديت بقى يا دكتور. انت كنت واثق بقى من كلامك، انت قلت له شوف انا قلت له بالظبط. احنا ننزل، قلت له هننزل 60% في عن 6 شهور، وما شاء الله ننزل اكتر، يعني هو ننزل تقريبا حوالي 70%. فهو ماشي زي ما العمليه او بتعمل بالظبط، 30% في اول 3 شهور، 60% عن 6 شهور. هو ما شاء الله معدي كمان النسبه دي، 90% في خلال 9 شهور لسنه ان شاء الله باذن الله. انا شايفه ان انت اللي ما شاء الله معدي. ربنا يخليك. بس اللي ربنا يخليك. اكتر حاجه عايزه اتكلم فيها في الفقره دي موضوع اللي هو السمنه اللي وصل ل 200 وحاجه. يعني هو 206. فناس كتير او دكاتره اللي انا اعرفه ان الوزن كل ما بيكبر بيبقى العمليه خطيره. صحيح. البنج بيبقى مش سهل. احكي لنا الموضوع. يمكن عايز اقول لك ان كان في مثلا دكاتره كتير قوي تهرب من الاوزان الكبيره اللي زي كده. فعلا صح.
لان المشكله ان احنا كل ما الوزن بيزيد خصوصا فوق ال 200 كيلو كل ما بتبقى العمليه صعبه جدا. يمكن احنا ما ننساش عمليه محمد كانت صعبه جدا، يمكن احنا كنا وصلنا لمرحله احنا حتى اول ما دخلنا بالمنظار شفنا المنظر كان فعلا غريب، يعني كانت المعده مسحوبه لفوق خالص جوه الصدر، كميه دهون في البطن جامده جدا، عضلات البطن طبعا مع الاوزان الكبيره تبقى قويه قوي، فالادوات نفسها عشان ندخل ونطلع بادوات رفيعه زي ادوات المنظار بالكاميرا الموضوع كان صعب جدا 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 فوق ما انت متخيله. ويمكن احنا كان في مراحل يعني في اول العمليه عايز اقول لك من كتر ما احنا لقينا صعوبه فكرنا ان احنا انترمينيت، يعني دايما احنا العمليه هي بينفيت فيرسس ريسك، لو انا حسيت ان العمليه اجراء هيبقى فيه خطوره لا انا هلغي العمليه خالص، فقررنا ان احنا نلغي العمليه بعد ما دخلنا. بس طبعا كان الحافز من المنظر اللي انت شفته بالمنظر هو المنظر كان صعب، والتعامل بالادوات الرفيعه ضد كميه دهون كبيره، المعده فوق خالص بعيده خالص كمان عن الادوات نتيجه انها جوه الصدر، الكبد كميه ضخمه جدا من الدهون. طبعا اكتشفت ان محمد بدل ما احنا بنقول له نمشي على جسم قبل العمليه انت واكل بطايه ليله الطبيعي انا بقول له لازم نمشي جيم اسبوع قبل العمليه باسبوع. وعلى فكره ده عايز اقول لك ده مفعول السحر خصوصا في الاوزان الكبيره. حلو. يعني احنا اشتغلنا حالات فوق ال 200 وفوق ال 300 كتير، اللي كان إيه؟ بيمشي على جيم، يعني كان عندنا احد الحالات وان شاء الله نجيبه في مره، كان وزنه 214، عمل جيم قبل العمليه نزل حوالي 20 كيلو. بس عشان ما حدش يقلق اللي هو الرجيم اللي هو الاسبوع اللي هو حاجه اسبوع او حاجه بالظبط، حاجه الناس بتسمع بالزبط. كلمه رجيم عايز اقول لك ده بيفرق فرق السماء والارض. هو بقى بيخلي إيه؟ لا هو بقى راح واكل اللي انت عمليه بط هو بقى يقول هو بقى يحكي اللي حصل. قول انت يا محمد اكلت ايه ليله العمليه؟ مش قبل العمليه باسبوع، ليله العمليه اكلت بط يا ماما والله اكلت بط. الحاجه قلبك يعني قول لي انت كنت حاسس بايه عشان يعني الجبروت اللي جواك تاكل بط ليله العمليه؟ الحاجه كانت خايفه عليا شويه الله يرحمها فطبخت لي بط يوم فقالت تغذيك. قال انت مش متغذي ب 200 عشان كيلو. خلاص بقى ما هو خلاص ما هي خلاص انت ما عادش تاكل بعد كده فيقول الاكل دي بقى وخلاص. بس ما فكرتش ان دي تبقى خطوره عليك يا محمد بط قبل العمليه بيوم؟ غيه الاكل ما تخليكش تفكر في اي حاجه. والشهوه ما تخليكش تفكر بحاجه. ما كنتش بتعرف تتحكم في شهيتك؟ لا ما بعرفش، انا كنت بقوم بنص الليل اخبط لي 3 4 ترغفه. يا والله العظيم. طب انت وصلت لل 200 كيلو او 206 كيلو في قد ايه يعني؟ في خلال سنه ونص. سنة يعني كنت من 130 سنه ونص قمت زاد الفترة. فتحت بقى خلاص ما عرفتش توقفنا. عملت رجيم شهرين نزلت 13 كيلو فبطلت الرجيم ف زاد بقى. طب انا بص احنا عايزين نشوف شكلك على يعني قبل وبعد على الشاشه، بس في سؤال بقى انا عايز اساله لك مهم قوي. احنا بنبقى عارفين مريض السمنه مش بسهوله يقتنع بحد او بدكتور. حلو كده؟ ايه اللي خلاك تقتنع وتاخد الخطوه اللي هو انا رايحه اعمل عمليه عند دكتور محمد الفوري؟ كل صراحه. كل صراحه انا اتفرجت على دكتور محمد كذا حلقه. يعني قعدت اسمعه بيقعد يشرح تفاصيل العمليه. اوكي. فانا اقتنعت باللي هو بيقوله. وغير كده انا الواحد غرقان، ما هي بص انا كده غرقان. ما هو يا اما الواحد بيتعلق باي حاجه. صح خلاص كده. ما هتعملها يعني. يعني انت شفت كلامه فهمت العمليه اكتر فهمت. ما كنتش فاهمها بصوره لا صح؟ ما كنتش فاهم حاجه، ما كان كل الناس يقول لك ايه العمليه لا وحشه، العمليه مش عارف ايه، العمليه تاثيرها مش عارف ايه، العمليه تاثيرها كله بيتكلم في البطن. لكن انت خلاص انت شفت اقتنعت خلاص. اقتنعت اتفرجت عليه كذا حلقه اقتنعت. كانت احلى خطوه في حياتك يا محمد صدقني. امال ايه؟ عملت حياه جديده. قول لنا بقى يا دكتور محمد لما جه لك اول حاجه كان انت رياكشنك ايه لما شفت الوزن؟ اول حاجه كنت بتفكر فيها ايه؟ هل المريض ده هيستمر معايا على انا هقول ولا لا؟ ايه اللي انت كان جواك؟ طبعا اول ما شفت محمد يعني كنت على يقين تماما ان مفيش اي وسيله هتساعده ان هو يخس غير العمليه. حلو. ودي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلى في هذا النوع من العمليات، لان كان قبل العمليات دي ما تطلع كان كل الناس اللي بتعدي ال 200 ده خلاص ده معروف ان هو ماشي في سكه بدون عوده خالص. اول طبعا ما شفت محمد وشفت حالته فكرت اول حاجه ان انا ازاي اقلل الريسك او المخاطر او المضاعفات العمليه. طبعاً. لان اول ما شفت محمد كنت كان عندي هاجس اللي هو لا احنا عرضه ان احنا يحصل مضاعفات او مشاكل، عرضه طبعا من اوزان كبيره جدا يحصل جلطات. الحاجات دي كلها. النهارده العمليه التطور اللي موجود ده بيخلي نسبه الكلام ده تكاد تكون منعدمه. ليه بقى؟ لان الفكره كلها ان احنا بقينا بناخد وقت اقل في العمليه، بس وقت اقل محسوب، يعني اللي هو انا هعمل عمليه بسرعه بس بسرعه محسوبه عشان ما يحصلش مشاكل.
الحاجة في نفس الوقت السرعة ما تأثرش على بالظبط على جودة العملية وعلى نجاح العملية وإن احنا نصمم المعدة بشكل كويس جدا. حلو قوي. كنت ببص إن احنا إزاي نأهله كويس قبل العملية، إزاي إن احنا نتجنب حدوث مشاكل زي الجلطات بالذات والتعلم منها جدا مع الوزن الكبير ده. الحمد لله احنا عملنا كل الفحوصات اللازمة، عملنا كل ادينا كل التعليمات اللي قبل العملية. عملية إيه؟ تحويل مسار لا عملنا تكميم معدة بالمنظار. عايز اقول لك لا ثواني انت بتهزر بجد؟ اه والله يعني الوزن ده من تكميم معده؟ من تكميم معده. انا اعرف ان الوزن ده في الاحجام الكبيره كده يبقى تحويل مسار. لا ده مفهوم خاطئ بقى عشان تبقى عارفه خالص. ليه بقى؟ اول حاجه الاوزان الكبيره مبدئيا اول ما ظهرت عمليه تكميم المعده كانت في الاول هي مرحله، يعني كانت عمليه التكميم دي جزء مرحله من مرحله عمليه تانية اسمها بيليو بانكرياتيك دايفيرجن. اوكي. يعني كان زمان الاوزان الكبيره قوي كانوا يعملوا ايه؟ يعملوا تكميم كمرحله اولى فينزل بيها شويه ويعمل ليتر اون او بعد كده عمليه تانية كمرحله تانية عشان يقدر ينزل بيها الوزن المثالي. لقوا ان عمليه تكميم المعده بمرور الوقت ان هي كافيه لوحدها انها تقدر توصل قرب الوزن المثالي، على الاقل بيفقد 90% من الوزن الزايد. انت اخترت له اختيار الصح اللي هو هينفع معاه بالظبط، مش اللي هو يكون فيكون يلا تعالى بالوزن الكبير قوي ده. عايز اقول لك بقى الناس الموضوع مش صحيح خالص ان احنا نعمل تحويل مسار الاوزان الكبيره الا لو هو مدمن حلويات قوي. معظم الاوزان الكبيره قوي بتلاقيه هو مشكلته في كميه الاكل اكتر. عمليه تكميم المعده انها تقلل كميه الاكل على فكره اقوى من تحويل المسار. يعني عمليه تكميم المعده اللي بيقول ان عمليه تحويل المسار اقوى من التكميم ده برده مش فاهم. عمليه تكميم المعده الاقوى في العمليات اللي بتقلل كميه الاكل. عملية تحويل المسار ممكن تكون الأقوى في إنها تقلل الحلويات، بتلعب أكتر إنها تقلل امتصاص الحلويات. طيب الأوزان الكبيرة اللي زي كده لما بنعمل تحويل مسار إيه اللي بيحصل؟ بيفقد 90 ممكن عملية تحويل المسار ما تكونش كافية إنها توصل للوزن المثالي. وساعتها لو أنت عايز تاخدي معاه إجراء تاني عشان يوصل للوزن المثالي مش هيكون قدامك الحريه او الرفاهيه في كده. وهو محمد بيقول انت قلت يا محمد ان انت كده كده كنت متدمر، عايز بتتعلق باشياء. قول لي ايه اللي وصلك لكلمه متدمر دي؟ يعني ايه اللي حصل فيك؟ هل في امراض معينه؟ هل في ناس كانت غاليه عليك حصل لهم حاجه؟ هل ده وراثه في العيله؟ لان الوراثه كانت والدتي كان فيها المشكله ديت الله يرحمها، كانت مشكله السمنه. من الوالده الله يرحمها. من الوالده فانا كنت طالع من ناحيه الوالده السنة. طيب وهي ما عملتش العمليه دي او ما لا ما لحقتش، تعبت جامد، فده وديناها للمستشفى فالدكتور قال لي ده حلها كانت تعمل عمليه تكميم معده. يعني والده حضرتك جالها امراض مكتسبه من السمنه المصريه. من السمنه برضه. ولكن لما قررتوا تاخدوا اللي هو يعني خطوه العمليه كان خلاص، كان يعني خلاص بقى عضله القلب وقفت بقى والرئتان والحاجات يعني السمنه اثرت على القلب والرئه. السمنه وجابت لها السكر والضغط، كانت بتاخد برشام ضغط كتير. ده كله. كانت بتاخد سكر وضغط على طول برشام. فانت قلت الحق نفسي يعني. قلت الحق نفسي. انت طب قول لي بقى حياتك كانت قبل يعني قبل السمنه وبعد السمنه يعني ايه؟ يعني لا ده فرق السماء من الارض. فرق السماء من الارض. والله فرق شكلك السماء. بس يعني انا بشوف ان الرجاله يعني ما بتهتمش شويه بشكلها. لا مين اللي قال لك ان الرجاله بتهتم؟ طيب الرجاله لازم تهتم بشكلها يعني خلاص الموضوع شكل كمان مش جسم عشان انت قلت امراض وكده. لا وشكل لازم يبقى شكل. امال ايه؟ بتلبس طبعا براحتك الوقت اخش اي حاجه اجيب الهدوم اللي انا عايز. انا العيد اللي قبل اللي فات رحت السوق ليله العيد رجعت من غير حاجه. انت منين يا محمد؟ من دمياط. يعني انت جاي من دمياط للدكتور مخصوص القاهره؟ صح كده؟ طب قول لنا يا دكتور يعني الحاله اتعاملت معاها ازاي؟ انا عارفه ان في ناس بتجي لك كمان مش من محافظات، لا انا عارفه ان في دول عربيه بتتابع مع حضرتك. الحمد لله كمان احنا يمكن الحمد لله احنا شرفنا ان احنا برضو بيجي لنا كمان من دول في الاتحاد الاوروبي. بدا يجي لنا ناس لان ان هو يقدر يعمل عمليات زي بهذا النوع في الـ في الـ في في يوروب او في اوروبا او في امريكا بتبقى التكاليف بتاعتها بهذا الثمن. احنا يعني هنا بنقدر نقدم البلاد الاوروبيه يعني غاليه قوي. فعلا دي حقيقه. احنا هنا بنقدر بنقدمها طبعا بسعر كويس مقارنه بدول ثانيه. في نفس الوقت عندنا جوده وعندنا كفاءه كويسه جدا، وفي نفس الوقت العمليه مش محتاجه اللي هو انا هشوف المريض كتير، انا ممكن من خلال الواتساب اقدر اتابع معاه كل حاجه. يعني تحليله مثلا بالزبط. لو هيعمل رسم قلب او ايكو وقصص دي بنبعت له تحليل دي بيعملها هو بيجي بيها او بيبعتها لنا عن خلال
طرق التواصل بنبتدي ان احنا نشوفها ونقيمها، بيجي العمليه على طول بيعملها بياخد يوم او يومين ويرجع تاني يرجع بلده ومفيش مشكله خالص ومفيش اي مشكله خالص. يمكن كمان محمد الميزه اللي فيه ان احنا لا احنا خدنا وقت كويس ان احنا نعمل فحوصات كويسه، نعمل اشعه، نطمن على حاله القلب وعلى كفاءه القلب. يمكن زي ما هو قال مشكله مرضى السمنه ان هو عضله القلب بتبقى متضخمه طبعا. القلب المفروض يضخ دم ل 60 كيلو اصبح بيضخ دم ل 60 زائد 60 زائد 60 كانه ثلاث اشخاص. بيقول الله يرحمها والدته يعني قلب يحصل تضخم في عضله القلب ويحصل فشل بعد كده وضغط يعني هو دي حقيقة. اكيد واكيد كان طبعا مفاصل وقصص دي كانت قاعده ما كانتش بتتحرك لا خلاص كانت قاعده على السرير خلاص. طب قول لي بصراحه انت كمان وزنك اللي انا شفته في التقرير قبل وانت داخل العمليه فعلا صعب ان انت تتحرك انت طب ما انا كنت قاعد ما كنتش بتحرك خالص. طب شغلك كان ايه يعني ما كنتش بشتغل بقى خلاص قعدت ما انا كنت يا خبر ما قعدت وصلك لدمار خالص قعدت في البيت خالص بقى خلاص ما فيش كان عندي مكنه انزل مثلا عايز انزل اركبها وامشي انزل البيت ما تتحركش اللي هو يا دوبك تنزل بالعافيه اركب المكنه امشي انزل من على المكنه مش طب قولي بقى انت بعد العمليه اتحركت طبيعي بتاكل كل حاجه يعني البط برضو لسه بتاكله ولا ايه الاخبار؟ لا ما باكل بس بقى خلاص بقى بالنسب كميات بسيطه ما عندك جهاز انذار خلاص خلاص في ساعة لما بتتملى بدك جهاز انذار ما عادش تسجل تزود خلاص. لما بتشوف صورتك يا محمد زي ما هي معانا على الشاشه كده انت يعني عايز بتقول ايه لنفسك او تقول ايه للناس اللي هي بتاخر يعني غير طبعا حاله والدتك الله يرحمها والبقاء لله اللي هي اتاخرت بتقول ايه للناس اللي هي انت مش عايزه تتاخر تنصحهم بايه؟ بنصحهم ان هم لو هيعمل العمليه الصبح لازم يعملها الصبح ما يستناش لو يعمل العمليه الصبح لازم يعملها الصبح لازم يعملها الصبح ولو عارف يعملها من امبارح يعملها والمفروض اساسا ان العمليه ديت تبقى امن قومي امن قومي امن قومي العمليه ديت امن قومي المفروض والله لو اي حد عنده المفروض الدوله ذات نفسها تعملها امن قومي الدوله ذات نفسها تعمل ده امن قومي والله العظيم انا لو مسؤول في الدوله اعملها امن قومي والله لا العظيم ده كلام كبير بقى يا دكتور بقى خلاص والله. يعني بص الثقه والكلام والفرحه اللي في عينيك بص طبعا هي العمليه فرقت مع محمد يمكن هو اكتر يحكي لك عن قد ايه فرقت معاه في حياته الزوجيه قد ايه فرقت معاه ان هو يتفسح هو واولاده ويتحركوا ان هو ابتدي يعيش حياته من جديد. المشكله عايز اقول لك ان احنا يمكن هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا يمكن احنا حتى دلوقتي العمليات دي بتوفر على المريض وعلى الدوله تكاليف فوق ما انت متخيله. لأول حاجة احنا مثلا هو المريض ده هياخد أدوية ضغط قد إيه؟ هياخد أدوية سكر قد إيه؟ هيحتاج يعمل لا قدر الله عملية في ظهره عشان جاله انزلاق غضروفي أو جاله خشونة في المفصل فغير مفصل بكام؟ طبعا هيبتدي إن هو يصرف أدوية كوليسترول ويصرف أدوية للتخسيس بقد إيه؟ وفي الآخر كل الحاجات دي مالهاش حل هيبقى هو علاجها هيبقى مركز في حياته بالظبط استنزاف لأولاده بالظبط والأسرة هتصرف منين؟ والأسرة هتصرف منين؟ والاسره صح انت متخيل ان هو انت يا دوبك الاكل اللي بتاكله طب انا بقول لك الاسره هتصرف منين عايز اعرف الاسره هتصرف منين طب قول لي يا محمد انت يعني دلوقتي لما خلصت اوكي العمليه لسه بتتابع مع الدكتور يعني المتابعه دي شيء مهم بتابع معاه على طول بكلمه مثلا كل اسبوعين ثلاثه اكلمه مكالمه في التليفون وزنك وصل لفين كذا 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 يعني اي حاجه بكلمه في التليفون شايف دكتور محمد بالنسبه لك ايه دكتور محمد راجل محترم قبل ما اكون راجل دكتور بس يعني شفته هو اللي خلق لك يعني امال ايه انا فضل ربنا كل فضل ربنا طبعا فضل ربنا بس دكتور محمد يعني انا رحت لكذا دكتور بس ما خدتش الخطوه دي لا ما خدتش الخطوه كله كان طالع فوق يعني اسعار يعني فوق كله كان طالع فوق انا عارفه ان الدكتور عنده يعني احدث التقنيات الحديثه يعني احنا شفنا عملنا حلقه طبعا بس في جزء كبير في الاوزان الكبيره زي ما قلت لك الاطباء ما بيفضلوش ان هو يعملوا العمليه فبيحاول يحط اي حاجز بينه وما بينه ان هو ما يعملوش العمليه انت فاهم قصدي لان بيبقى قلقان خايف مش عايز مشاكل مش عايز يعني ايه اللي يدخله في حاله قد يكون الخطوره فيها عليه بس لكن الحمد لله احنا بنتوكل على الله طبعا وبناخد بالاسباب والحمد لله احنا عملنا حالات كتير يمكن عرضنا حتى عليكم اوزان كتيره عاليه والحمد لله كلهم بيمشوا كويس ان شاء الله باذن الله الحمد لله يا دكتور احنا بنشكرك وبنشكر النجاح اللي قمت بيه وبنشكرك يا استاذ محمد مبروك نجاح العمليه ودايما تكون مبسوط وفرحان كده بنشكر دكتور محمد الفولي دكتوراه مناظير وجراحه السمنه والسكر ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه ومناظير البطن مدرس جراحات السمنه ومناظير بكليه الطب جامعه عين شمس اشوفكم على خير ان شاء الله.